كنا عارفين اللي كتبدل الفرقه بالحق سي با ان اكسكوز الصراحه اللي دخلوا كيعرفوا السيستيم خدموا معنا سي با ان اكسكوز انا مونكي دينيرجي جو بونس يمكن الماتش ما دخلناش مزيان ديالنا اون ميتون لا دوزيام ميتون كنا حسين مشينا شويه بريسي القدام جانا اكثر من لي زوكازيون واخا هذا ماشي دي زوكازيون نت ما لي دي دانيير مينوت كنديروا هاد لي ماتش باش نتعلموا من هاد الشيء بحال اللي قلت في الندوه الصحفيه ولا كنا ربحنا بثلاثه ما غادي نستافدوا والو من هاد الماتشات اليوم استفدنا ملي ولا ما طلعناش الريت ديالنا ولا ما كناش في لا موتيفاسيون 100% كنرجعوا اون ايكيب با بانال مي با اكسترودينير دونك عندنا الخدمه وهادشي اللي كيامنا باش نديو هاد لا كوب دافريك خصنا نكونوا 100% الدراري فهموها ان شاء الله اون فافوار اون رياكسيون ان افريك دو سود بحال لا لو موا دو جوان بحال اللي قلت عندنا دو ماتش وخاصه ماتش اوفيسيل مون ديجا كاليفيي وخصني نجرب الدراري اللي خصني نرتاح شي دراري باش نكونوا في مستوى ان شاء الله في شهر 9 كنلعب مع واحد الفرقه من افريكا كيسدوا هكذا زعما يا صعيب ولكن مزيان على لا بريباراسيون بور شنو غايجي في المستقبل في لا كوب ديال افريكا يا ديال افريكا وخصنا نعلم على الماتش ديال اليوم و ترافاي بور المستقبل بور لا كوب ديال افريكا ان شاء الله.